بيعرف انت خويه ولا لا؟ انطق اجلس. كلمه ورد غطاها، انت خويه ولا لا؟ خويك بس انطق واجلس. اجل خذ العلم. الليله تونايت توداي راح تخطفني وبدون ما تناقشني باي كلمه بتسويها. رجعنا لنفس الخباله. ليش اخترت اليوم بالذات؟ أبي أبو يندم، أبي أحرق قلبه علي، أبي ضميره يتأنب يا شيخ لدرجة ما ينام الليل يحس إني ما راح أرجع وكل اللي أنا فيه بسبته. أبي يندم. أوف 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 أوف، ليش كل ذا؟ ضربني. ها معناه جات متأخرة بس ليه؟ لأنه تكلم. قول، المايك عندك. وش أقول وش أتكلم؟ لأنه حضرتك جبان وما خطفتني منه ومخليني في وجهه. رحم والديك خطفني. أخطفني وأبي وأبوي قلبه يتقطع. تكفى. أبشر. هدد. لو أني طالب من أخويا من الشارع ما طلعوا كذا. هاي السلامات. أنا بسألك سؤال. أنت شلون متحمل هالتافة؟ لو تعزني قدم استقالتك في وجهه، والله لا زبطك بأطلق دوام. خير خير من الحلال. أول مرة أطلب طلب حياتي خلاني أندم على اللحظة اللي طلبت فيها يا شيخ. ليه وش سوى؟ يا رجال مو بكفو، مسوي لي فيها أنا اللي فاهم في الحياة، كل يوم هدف جديد، وهو ما عنده ما عن جدتي. طيب، وإذا قلت لك إني كفو واللي تبيه على ذا الخشم؟ لا يا شيخ، أنت ما ينفع. أول شيء أبوي يعرف صوتك، ثاني شيء سلمى بنظرة منها تخليك تكب العفش كله. ما أضمنك. مع إني ما أعرف وش تبي، بس إيش رأيك أقنع لك ياسر؟ توقع تقدر؟ جرب. الله ياخذ صهيب يا شيخ. لو إنه متذكر إنه عنده ولد خالة وعرفني على اللي خطفوه، بس نذل من يومه. ليه صهيب مخطوف؟ يا رجال كذاب. هو اللي مسوي الفيلم هذا كله ومرتب كل شيء، ولاعب على أهله إنه مخطوف. ساتمشي علي، أنا اللي قافطة. غريبة، توني شايفة هو أبوه راجعين البيت. صهيب رجع؟